السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بہت ہی خاص قسم کی دعا کو پڑھیں گے۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں کی پناہ مانگتے ہیں، تو اس دعا کو ضرور پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك، وأعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك، وأعوذ بك من فتنة المسيح الد، وأعوذ بك من فتنة المسيح الد، دجالي، دجالي، مسيح الدجالي، وأعوذ بك من فتنة وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، محيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من المأثم، من المأثم والمغرم، والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم،